أسست شركة سانجوفان سنة 1665، يعني أكثر من 350 سنة من الخبرة في صناعة الزجاج. سانجوفان هي واحدة من أكبر 100 مجموعة صناعية على مستوى العالم. سانجوفان للزجاج هي الأولى في أوروبا والثانية على مستوى العالم في إنتاج الزجاج. فتحت مجموعة سانجوفان مصنعها في مصر سنة 2010، وده أكبر مصنع في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. هنقدم لكم النهاردة منتج من المنتجات اللي بتقدمها مجموعة سانجوفان للديكورات الداخلية، وهو الزجاج المطلي بطبقة لاكي، واسمه التجاري بلانيلاك. البلانيلاك ليه بريق ملون اللي بيميز الطلاء مقاومته العالية للرطوبة، وبكده نقدر نستخدم البلانيلاك في الأماكن اللي رطوبتها عالية زي المطابخ والحمامات. مش في المطابخ والحمامات بس، ده احنا ممكن كمان نستخدمه في حاجات تانية كتير علشان هو معتم للضوء. نقدر نستخدم البلانيلاك في تكسية الحوائط، في الأسانسيرات وصالات الريسبشن، وممكن كمان نستعمله في الأساس وأسطح الترابيزات والدواليب. وفي كمان زجاج مطلي لونه أبيض، وده ليه استخدام جديد، وهو أنه بيستخدم كسبورات. البلانيلاك ليه 15 لون عصري، اخترنا منهم 8 في العرض ده. في 8 فوائد لاستعمال البلانيلاك. أولهم الشكل الجمالي الحديث والرائع، ثبات اللون والطلاء الفاخر اللي ما فيهوش ثقوب وما فيهوش تأشير على حروف اللون لما بنيجي نقطعه، تشطيب شديد التحمل ما فيهوش عيوب وألوان وثابتة ما بتبهتش، مقاوم للرطوبة في الحمامات والمطابخ، ألوان وثابتة على مدار المشروعات الكبيرة وفي الترميمات في المستقبل، لون معتم بشكل متناسق، نقاء اللون الأبيض علشان الزجاج شفاف تماما اللي بيخلي المنتج النهائي لونه أبيض وما فيهوش ضي أخضر إطلاقا. البلانيلاك غير ضار بالبيئة لأنه ما فيهوش رصاص، ما فيهوش نحاس، وما فيهوش فورمالدهايد. هنستخدم النهاردة نموذج تجربة بسيط علشان نشوف الفرق ما بين الزجاج البلانيلاك والزجاج اللي خلفيته ملونة من السوق المحلي. معانا النهاردة عينتين من الزجاج خلفيتهم ملونة باللون الأسود وما نعرفش نميز بينهم بالنظر. هنحط زجاج البلانيلاك على الشمال والزجاج اللي خلفيته ملونة باللون الأسود على اليمين، ومجرد ما نشغل لمبات الإضاءة والضوء يعدي من عينات الزجاج هنشوف فرق الجودة بينهم، وده سببه التكنولوجيا العالية جداً اللي بتستخدمها سانجوفان في إنتاج زجاج البلانيلاك. زي نيومك بألوان بلانيلاك من سانجوفان.